لما تسمع ان مصر رقم واحد على مستوى افريقيا في عدد المليونيرات اكيد هيكون حلمك انك تكون واحد منهم. مؤسسة هنلي الدولية قالت ان مصر فيها 17 الف مواطن ثروتهم اكتر من مليون دولار، منهم 880 مواطن ثروته اكتر من 10 مليون دولار، 57 منهم ثروته اكتر من 100 مليون دولار، وسبعة بس هي اللي ثروتهم مليار دولار. ده يخلينا نسأل، هل عشان أكون ثروتي كبيرة لازم أبدأ برأس مال كبير ولا لا؟ خلينا نرحب النهاردة بضيفنا رجل الأعمال أستاذ ياسر القماش، رئيس مجلس إدارة شركة القماش. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. كنت عاوز اسالك كده في البدايه، لو عشان نبدا ثروه كبيره او نبقى من المليونيرات دول، هل ده بيتطلب راس مال كبير في البدايه ولا ليك راي تاني؟ لا طبعا، مش شرط ومش حاجه اساسيه في الحياه ان انت عشان تبقى مليونير تبدا براس مال كبير. ناس كتير جدا بدات برؤوس اموال بسيطه جدا. زي مين مثلا؟ يعني لو قلنا الراجل العبقري اللي انا شخصيا بعزه جدا وبحبه جدا وبحترمه جدا، والراجل ده المفروض يبقى مثل يحتذى به في مصر. يعني عمل حاجات وبدأ من مستوى مادي لا يذكر. راجل بادئ حياته ب40 قرش. 40 قرش بس. انت روحي شوفي في ويسنا وعلى طريق بنها كمية وحجم المصانع اللي الراجل ده أنشأها. راجل يعني فكريا واقتصاديا هو من انجح الامثله في مصر. انا فتره من فترات، من حوالي 10 12 سنه 13 سنه، انا كان عندي مصنع بصنع فيه قطع كاوتش صغيره. كنت بورد الشغل ده او القطعه دي لشركه من شركات الحاج محمود العربي. الراجل ده عامل امثله جميله جدا جدا، وعنده نوع من الاستثمار مش موجود في كتير جدا من المصانع. فكريا هو بيستثمر بطريقه انا بحاول ان انا انفذها مع الموظفين عندي او مع الموظفين اخواتي. كان الراجل ده انا اتعلمتها منه. الراجل ده كان بيقف جنب اي عامل او موظف شغال معاه في الشركه، ما سابش حد في اي مشكله او في اي ازمه ايا كانت معنويه او ماديه الا لما حاول يساعده وساعده. لو بصيتي وشفتي الحاج محمود الله يرحمه يوم الجنازه بتاعته، حاجه ما حصلتش، حاجة كانت عالمية. شفت عدد الناس اللي كانوا حاضرين الجنازة وعدد الناس اللي كانوا زعلانين عليه؟ الناس دي ليه عملت كده؟ لأكيد لوقوفوا جنبهم فترات كبيرة جدا. احنا كنا عاوزين نعرف ازاي الحاج محمود العربي بدأ ثروته الكبيرة دي برأس المال الصغير ده وبقى أسطورة الصناعة. انا قلت لحضرتك ان الحقيقة بتاعت الحاج محمود العربي بدأ ب40 قرش تجاريا، وبدأ يبيع بلالين ويبيع ألعاب نارية، واشتغل سنة واثنين وثلاثة واكتر في الموضوع ده. وبعد فترة نزل القاهرة واشتغل موظف في محل ادوات مكتبية، وكان بياخد في التوقيت ده مرتب 120 قرش. والراجل برضو استمر واجتهد لغاية اما ربنا كرمه وحب موضوع الاجهزة المنزلية، وبدأ يفتح ودخل محل. ودخل في صناعات بقى، صناعة الاجهزة. الاول هو فتح محل في الموسكي للأجهزة الكهربائية، ودخل معاه حد شريك كمان. ويمكن الحد الشريك ده تعب، وهو كان الحاج محمود اللي داير المحل لوحده، وكان بيودي له مكسبه لغايه باب البيت. ما هي دي من ضمن اسباب الامانه اللي خلت الحاج محمود ربنا كرم. هنقول ان في التوقيت ده الحاج محمود برضو من ضمن رزقه الجميل ان ربنا كرمه بحد كان بيدرس هنا. الراجل ده كان من اليابان وكان بيدرس هنا تقريبا في القاهرة. والراجل ده كان سبب العلاقة اللي حصلت بين الحاج محمود وبين الشركة اليابانية الأم. من بعدها طبعا الحاج محمود بدأ ان هو يفتح أول مصنع وتاني مصنع وتالت مصنع. والراجل برضه من التزامه في عمله وإتقانه بيه بدأ ان هو ياخد اكتر من وكالة للشركة. من قصة محمود العربي ان هو بدأ برأس مال صغير جدا هو 40 قرش، هل في قصة نجاح حضرتك بدأت برضو برأس مال صغير ولا رأس مال كبير؟ لا، اصلا هو مش كل الناس في مصر الحاج محمود العربي. الراجل ده فلتة، الراجل ده حاجة كده لوحدها على جنب يعني. بس طبعا في ناس كتير بدأت برأس مال قليل وكبرت.
وانا كنت واحد من الناس دي. انا كنت بادئ برأس مال فعلا قليل، بس انا سندني في شغلي. كم مثلا رأس المال؟ كم من حوالي رأس المال ده كان حوالي 7365 جنيه. بس ده كان من حوالي 15 سنة. 16 سنة 17 سنة حاجة كده. وبدأت بيه ايه بقى 7000 دي؟ هي كانت حكاية. بص انا كان عندي مصنع بصنع فيه فعلا شغل كاوتش. منتجات المنتجات الكاوتشوك اللي بتركب في الأجهزة الكهربائية، ايا كانت نوع الشركة اللي بتستخدم او اللي بتصنع الأجهزة الكهربائية دي. فحصل في توقيت من التوقيتات غلو في اسعار المواد الخام الأولية اللي المفروض احنا بنصنع منها المنتجات دي. هي دي كانت البداية اللي خلتني افكر وادور واقلب الدنيا واعرف الخامات الأولية دي بتتصنع في اي دولة وبتتجاب منين وسعرها الحقيقي كام وليه المستورد هنا بيبيعها بالاسعار دي. فزي ما قلت لك هتدوري ولا حلمك وهتجري وراه هتوصلي. طب لو عاوزين نقول سر من اسرار نجاح ياسر القماش هيكون ايه؟ الاصرار ولا الناس اللي حواليه، ولا هو مؤمن بحاجه تانية ودي سر من اسرار نجاح ياسر القماش؟ من اهم اسباب النجاح بالنسبه لنا الناس اللي معايا في الشركه وفي المصنع. الناس دي بعد ربنا انا اعتمدت عليهم اعتماد كامل في شغلهم وفي امانتهم، وكلنا كنا بنشتغل اكن المصنع ده بتاعنا او اكن الشركه دي بتاعتنا، اكن كلنا هنكسب من الفلوس اللي ممكن المصنع ده يكسبها او الشركه دي تكسبها. انا كده كمشاهد لو عاوزه اعرف كده من حضرتك ايه هي الطرق اللي تخليني ابقى مليونير؟ بص هو في طرق كتير جدا طبعا ممكن تخليك تبقى مليونير. لو قلنا طبعا بعد توفيق ربنا اولا واخيرا، في ناس بتبدا حياتها ان هو يدخر او يحوش، ودي بعد وقت معين بتوصله لانه يبقى معاه مبلغ او راس مال يقدر يقوم بيه مشروع او يبدا بيه حلمه. في ناس تانية بتحب المغامره، وانا واحد منهم. يعني ممكن تلاقيه مثلا معاه مبلغ قليل ويغامر بيه في اي مشروع، وممكن يخسره او يكسبه، وممكن ناس تبقى معاها مبلغ او يدخل ياخد قرض مثلا. لا انا القرض طبعا في ناس بتعمل كده. بس يعني انا يمكن من طبيعتي مش برجح كده. انا ما انما في ناس ممكن يبقى مثلا مغامر، ممكن يبقى معاه 1000 2 10 100 ممكن يخش يضرب بيهم في البورصه وتيجي معاه، ده مغامر. وبتيجي معاه وممكن تيجي معاه بمبالغ حلوه. في ناس تانية بتبقى موظفين، بس موظفين يعني هنقول بالبلدي كده بيبقى عارف من اين تؤكل الكتف. بيبقى عارف من اين تؤكل الكتف. فده برضو ليه رتم معين وليه سكة هو عارف بيشتغلها ازاي. وفي ناس تانية بقى اللي هم الناس العباقرة. الناس اللي عندهم فهم حلو، عندهم وعي ثقافي كبير، بيقدر يعمل فكرة يبيعها، يقدر يعمل فكرة يسوقها لشركة معينة لحد معين، ده ممكن يكسب منها كويس جدا، ممكن يبقى مليونير في لحظة. وطبعا إضافة لكده كمان إنه لازم يكون محدد هدفه صح وعامل دراسة جدوى للمشروع إزاي إنه هيبدأه. يفضل طبعا إنه يعمل دراسة جدوى. يفضل ان هو يعمل خطه لنفسه يقدر ان هو على فتره معينه او على مدار وقت معين يبقى عارف ان هو ممكن مش هيكسب في اوله، ولكن بعد كده هيحقق مكاسب محترمه. واكيد باصراره وايمانه بحلمه هيوصل. انا بشكر حضرتك جدا استاذ ياسر القماش، رئيس مجلس اداره شركه القماش للاستيراد والتصدير. شكرا لحضرتك وشكرا لاسره قناه النهارده.